هاي الصورة كان عمري تقريباً 12 سنة، كنت في مؤسسة الطفل والأسرة. بتذكر إنه كنت كتير فرحانة، كنت بحكي شعر قدام حدا كتير شخصيات مهمة. فبتذكر هاي الصورة من طفولتي كتير كتير حلوة، ومنيح إنها توثقت يعني في هاي اللحظة. أي إشي كان يفرحني وأنا طفلة، أشياء بسيطة ممكن تسمع بس ما على بوجهي هيك. بالنسبة لطفولتي، أنا طبعاً طفولتي متذكرة فيها كتير أشياء حلوة، وكتير في أشياء طبعاً مش حلوة. بس الأشياء الحلوة أنا اللي بتذكره إنه كانت مثلاً أقصى أحلامي أو أقصى طموحاتي أو الإشي اللي بيفرحني كتير، إنه مثلاً رجعت بابا على البيت، لما يجيب لنا شغلات وحاجات وأشياء، لما نطلع مثلاً، هيك أقصى أحلامي، لما ألعب مع الأولاد في الشارع أو مع البنات. فيلمي المفضل بيبيز دايز اوت، هذا كتير كتير بحبه. خلص انا بالرغم من اني عشرينيه، بس انا بحب الاشياء، خلص انا بحس عقلي طفولي كتير يعني. لحتى الان بحضر الكرتون، لحتى الان خلص بستمتع فيهم بعد ما اخواتي الصغار، انه اي شغله مثلا كاطفال بحس انه خلص انت طفله، ما هو هذا مش للاطفال بس يعني، بس انا خلص بحسها كتير كتير بحبها هاي لحتى الان يعني. وبالنسبة لعلاقتي مع أمي مش أكثر من أم طبعاً، أكثر يعني أختي صاحبيتي يعني، ما بعتبرهاش يعني أمي يعني أكثر من أم، هي متجمعة فيها أكثر من علاقة في نفس الحدا يعني. حياتي مع عائلتي حياة كثير حلوة، أنا مش عارفة إنه كثير يعني إحنا عائلتنا كثير مترابطة يعني، ما بتلاقي حد واقف في شدة إلا بكون معاه في على المرة قبل الحلوة يعني، مش بس مثلاً كأم وأبو، مش علاقة رسمية مثلاً بيعطي مصروف بودي مصروف، أو الأم مثلاً تعالي وروحي واتصل، لا. امي كان بدها اني افوت تمريض، بس انا عشان البي رغبتها فتت دوره طب عملي، واخذت يعني على الاقل اخذت خبره مثلا وهيك، وبس فتت التخصص اللي انا حباه واللي انا بدي اياه واللي حاسه حبدع فيه، والحمد لله يعني ابدعت وانجزت الحمد لله. انا تخصصي اداره اعمال، انا فتت هذا التخصص عشان اكون، عشان لازم ان تكون لي شخصيه ناجحه مستقله اداريه، ففتت هذا التخصص عشان هيك. وانا يعني شايفه حالي بعد 5 سنين مثلا اني اكون اداريه ناجحه طموحه محققه للكل، عندي شركه مثلا 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 طبعا. عندي أصدقاء مقربين كتير، أصدقاء طبعاً الأصدقاء أنا بحس إنه مش بس فترات يعني، إنه في مثلاً بيحكوا فترة المدرسة خلص خلصت المدرسة وبتنتهي، الصحبات ما عمرهم بينتهوا. صحباتي في الجامعة أنا مريت في شدة كتير كتير، وقفوا معايا وسندوني وكانوا معايا يعني لا غنى عن عائلتي، كل يوم مثلاً ييجوا ويتصلوا ويتطمنوا، غير إنه مثلاً لقوني أنا طافية نت أو مثلاً هذا على طول بيقلقوا إنه صار معي ظرف. كيف أنا انحرقت؟ كنت مروحة من الجامعة، أمي كانت بتطبخ ورايحة تصلي صلاة الظهر، حكت لي بس إنه غطي الطنجرة، وكانت في طنجرة طبيخ بازيلا وانكبت على رجلي يعني، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فلما طبعا اجوا الاقارب يزوروني وهيك، فنصحوني في اطباء بلا حدود. ثاني يوم من حرق مباشره رحت، وانا ما بعرف عنه طبعا، الحمد لله ما عمرنا تعرضنا لاي حرق هيك في عيلتنا يعني. فاي حدا كانوا من صحباتي يكونوا معايا
يحكي لي الله كيف استحملتي مثلا هذا الاشي، كيف قدرتي مثلا تتجاوزي، كيف انا لو محلك والله لو رحت على العناية لو عملت لو سويت. فانا ما بعتبر حالي انه خلص انا تجاوزت وفترات وراحت ومضت، بس اخذت من عمري كثير. انا اصلا طول عمري يعني بتذكرش انه في حسيت اصلا في امان وانا في غزه، يعني طول عمري وانا بحس انه في حروب، في اي وقت مثلا يجي قصف يصير في اي شغله، مثلا صواريخ تنزل صواريخ تطلع من عندنا اي شغله تصير. طبعا انا من صغري وانا عايشه في حروب، حرب 2009 2014 حتى 2000، واخر حرب كانت في 2021 تقريبا. هاي اخر حرب كثير يعني وقتش انا وعيت تقريبا من 2014، لكن من قبل يعني كنت صغيره ما كنتش عارفه انه مثلا خلص امي كانت تواسينا في اي شغله، ممكن كانت تضحك علينا، ما كناش عارفين انه هذا احتلال، هذا شغله، هذا بده يستهدفنا بده يهاجمنا. لا كنت في اخر حرب يعني خلص كبرنا وعينا، فيا ريتنا يعني طبعا ما كبرنا على هيك ظروف او على هيك وضع. كتير أنا نفسيتي تدمرت كبنت في غزة، كتير نفسيتي تدمرت، خلص في أي وقت مثلاً حيجي حننقص في دارنا، حتروح، حفقد أي حدا من قريب علي غالي بحبه مثلاً، فكتير حفقد ناس. فكنت في كل وقت مثلاً أنا وضعي كيف في الحرب، كنت أتابع أخبار أسمع صوت بس إنه وين هذا، بدي أعرف وين كذا وين هذا، فكتير هذا أثر على نفسيتي وما أنامش في الليل طول الليل وأنا أضل صاحية، بس اني من اول ما اسمع صوت وحتى لو نميت من اول ما اسمع الصوت اصحى. طبعا حياه اللي برا مختلفه كثير 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 عن غزه، بحس انه احنا محدودين، يعني حتى كمان الصيادين لما بدهم يروحوا على بحر مثلا محدودين لهم، كل شيء محدد لنا يعني في مساحتنا، في ممنوع مثلا احنا كشابات ممنوع مثلا برا نسافر. في لو حكيتي لي شو البلدة اللي بتحب تسافري إلها، أنا فيش بلدة محددة، المهم أنا بدي أركب طيارة، نفسي أعمل عمرة، ونفسي كمان أروح على القدس. يعني كتير بصفن في حال لما بقعد بحكي إنه ليه إحنا محرومين مثلا، مع إنه هي عاصمتنا، يعني ليه إحنا محرومين مثلا نروح هناك، وحتى لو مثلا قدمتي وهذا ممكن يرفضوك وممكن يستبعدوك، طب هذا حقنا مثلا نروح هناك ونصلي هناك. فهذا إشي كتير بيزعجني لما بقعد مع حالي بحكي إنه ليش إحنا هيك، يعني إنه لازم حدا يتغير، لازم إشي يتغير، لازم يكون الإشي للأحسن إن شاء الله.